السلام عليكم مع رب بانكس. اليوم جبت لكم فيديو جديد بدي احكي عن الغاز في الايثيريوم وكيف تقلل سعر الغاز وكيف تفوز بحرب الغاز لما تيجي تعمل منت للمشاريع كبيرة في الانفتيز. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى تدعموني بصفحتي على اليوتيوب، تعملوا شير ولايك سبسكرايب، وما تنسوا تتفاعلوا مع صفحتي في التويتر، والحمد لله وصلنا 1000 متابع على التويتر بفضلكم طبعا هذا، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم جميعا. وهلا خلينا نبلش في الفيديو. بدنا نحكي هلا ايش هو الايثيريوم قبل ما نتجه للغاز. الايثيريوم هو عملة مبرمجة تحكي لها تعمل لك اشي على حسب البرمجة، ممكن تستعملها لتعمل لك اشي بس راح تكلفك غاز. هون بتدخل موضوع الغاز. اذا كنت بدك تبعث فلوس او اي عملة في الايثيريوم بدك تدفع غاز، الغاز هو كود بحرك هاي العملية عشان يوصل لك اياها. طبعا خلينا اجيب لكم مثال. هلا انا في الميتافيرس مثلا، نفترض انا واقف هون في الدور وهذا قاعد بيعطي قهوة ستاربكس، الاخطبوط القدامي قاعد بيوزع قهوة ستاربكس وانا بدي اياها ومستعجل. هلا بيحكي لي اذا بدك تستنى 10 دقائق حتدفع 2 غاز عشان يمشي لي العملية، لازم ادفع له غاز. بس بيحكي لي اذا دفعت لي 10 دولار راح امشي لك اياها هلا. طبعا المبدأ انه اذا كل ما دفعت اغلى في الغاز راح تاخذ مشي العملية اسرع في الايثيريوم. هون بيجي عملية الغاز. طبعا قبل ما اشرح عن موضوع كيف تقلل الغاز في المنت، كيف تخفف مصاريف الغاز عليك في حرب الغاز. طبعا حرب الغاز اللي ما بيعرفها، واكيد في منكم هيسألني شو يعني حرب الغاز. حرب الغاز بتيجي، هو مصطلح طلع على ما يصير في public sale على مشروع. لما تيجي تعمل منت ويطلع لك public sale على المشروع، هون بيجي حرب الغاز. يعني كيف حرب الغاز بتيجي؟ بكون مشروع عليه ضغط جدا قوي وعمل public sale وصار فيه ضغط على الشبكة. طبعا كل ما انضغطت الشبكة بيزيد عمولة الغاز، بترتفع الغاز. مثلا اذا زادوا الكاستمرز هون، الزبائن كلهم زادوا، فبتزيد العملية انك تاخذ الكوفي تبعتك، القهوة تبعتك، فبدك تدفع اكثر. اي شخص بدفع اكثر في الغاز توصلوا العملية أسرع. مثلا إذا أنت دفعت 10 دولار واحد دفع 30 دولار، 30 دولار حتوصلوا قبل ما أنت توصلك. يعني تدفع أكثر عشان توصلك العملية أو تحرك العملية. هو كود لازم تعمل له رن بتحرك عن طريق هذا الغاز، مربوط في البلوك تشين والسمارت كونتراكت. وأي إشي بدك تعمله في الإيثيريوم لازم تدفع غاز. بدك تبيع صورة في الأوبن سي لازم تدفع عليها غاز. بدك تشتري صورة لازم تدفع عليها غاز. بدك تحول فلوس لازم تدفع عليها غاز. أي عمولة في الـ NFT أو بالبلوك تشين تبع الإيثيريوم لازم تدفع غاز، غير عن البوليغون. البوليغون ما حتدفع، الماتيك هي ما رح تدفع غاز لأنه ما فيها غاز، بس البلوك تشين تبع الإيثيريوم أي حركة بدك تعملها راح تدفع غاز عليها. هيك بيكون فهمنا إحنا إيش الغاز، كيف الغاز بيطلع، كيف بصير ضغط على الغاز. فهلا خلينا نتجه إنه كيف تعمل منت للمشاريع بأقل سعر. لنفترض مثلا أنتوا شفتوا هذا المشروع أكوما وعجبتكم الرسم وبدكم تشاركوا في الببليك سيل تبع هذا المشروع، بس راح يكون كثير مكلف الببليك سيل وراح تدفعوا كثير غاز وممكن تخسروا فلوس الغاز اللي دفعتوها إذا ما تمت العملية ودفعتوا غاز قليل عن الناس دفعوا غاز كبير. هلا ايش تعمل عشان تفوز حرب الغاز؟ بدك تعمل منت عن طريق السمارت كونتراكت. مثلا هلا هم اذا طلعوا الوايت ليست تبع المشروع، تعون الوايت ليست راح يعملوا منت، راح ينزل صور المنت في هذا الكولكشن تبع المشروع. هلا انت عشان تاخذ السمارت كونتراكت عشان تعمل منت للببليك سيل، جهز حالك للببليك سيل. مرات بحطوه في الديسكورد السمارت كونتراكت ومرات ما بحطوه. بس كيف تقدر تاخده؟ عن طريق تكبس على الصوره، تنزل لتحت، بتروح على الديتيلز في الكونتراكت ادرس، بتكبس على الكونتراكت ادرس، هذا بوديك على الايثر سكان. بتروح على الايثر سكان، بتنزل لتحت، بتروح على الكونتراكت، بتكبس على كلمه الكونتراكت، بعدين بتروح على رايت كونتراكت، بتكبس على رايت كونتراكت. طبعا هون راح يطلب منك تعمل كونكت للويب 3، فانت بتعمل بالميتا ماسك، ربطناها في الميتا ماسك. طبعا كل مشروع بسمي لك اياها بطريقه ثانيه. هلا المنت هاي للببليك سيل، مرات بسموها منت ومرات بسموها public sale، عرفتوا علي؟ فهون بتكبس على المنت، فبتفتح لكم صفحة، بتحط هون السعر، يعني مثلا سعر المشروع 0.055، العدد واحد. اتأكد سعر المشروع، اتأكد من سعر المشروع من عندهم في الديسكورد كم سعر المشروع، لا تحط الرقم غلط، ودائما اتأكد انه الرقم واحد. بدك صورة واحدة، اذا بدك تنتين بدك تحط دبل،
تدبل الرقم هاد، السعر رقم 2، بعدين بتعمل رايت كونتراكت، بعدين بيفتح لك الميتا ماسك. بس تفتح لك صفحة الميتا ماسك بيطلع لك، طبعا انا ما عنديش فلوس في المحفظة هاي، طلع لي سعر الغاز جدا عالي، ممكن 3300 وإشي، 355، بس هذا السعر مش حقيقي، سعر الغاز مش هيك، بس عشان انا ما عندي فلوس في المحفظة هاي فحيطلع لي سعر كثير غالي. هلا انت اذا كان عندك الفلوس وعندك كل إشي راح تعمل منت بسعر غاز جدا واطي، الغاز ما راح يكلفك. بس هاي الطريقة بس للببليك سيل، تذكروا هاي الطريقة للببليك سيل مش للوايت ليست، ما تعملها للوايت ليست، وما تعملها بس يكون في وايت ليست، تيجي عليهم تعمل حالك ذكي وتعملها عشان الوايت ليست. كيف بدك تقلل سعر الغاز بس لما تيجي تشتري صورة؟ هاي الحركة بتعملها بس لما تيجي تشتري صورة من الاوبن سي الكولكشن، يعني ما تعملها لما يكون في ترند على الكولكشن انه ما راح تلحق اللي بيدفع غاز اعلى راح ياخذ الصورة. هاي الحركة بتعملها بس لما يكون ما في حركة قوية على الكولكشن، الكولكشن لسه نايم، يعني في حركة بسيطة بس انت اخذت وحدة بدك تقلل سعر الغاز فيز عنك، فهاي الحركة بتعتمدها. لنفترض مثلا انا بدي اشتري من هذا المشروع، هلا مثلا حطيت باي فطلع سعر الغاز علي كثير عالي، هلا نحط باي سعرها 114 فحطينا باي ناو، فبيفتح لنا الميتا ماسك. هيك فتح الميتا ماسك طلع سعر الغاز 34 دولار، فانت ما بدك تدفع 34 دولار، في كلمة edit هون اذا بتلاحظوا على جنب فوق الغاز، فهاي دير بالك تلعب فيها، العب فيها بس لما تيجي تشتري شغلة، ما تلعب فيها لما تعمل منت للمشاريع، فهي ممكن تأثر عليك. بتقدر تحطها low تقلل الغاز، او تحط advance، يعني مثلا هذا الغاز limit ما تلعب فيه، الغاز limit لا ما تلعب فيه، الماكس priority العب فيه، الماكس fees العب فيه، بس اول اشي غاز ليميت لا تلعب فيه. فغاز ليميت نحكي نقلله، سوينا 24 20، تقول بدي ادفع هيك سعر، فشوف تغير سعر الغاز من 30 واشي او 40 الى 22 غاز، فانت بتعمل كونفيرم فبتيجيك. فهلا احنا هنعمل ريجكت لهي العملية، فهيك بيكون انت شريت صورة NFT بسعر غاز مقبول. طبعا العملية راح تطول لتوصلك، بس ما تعمل هذا الاشي كمان اذا كان على المشروع في ضغط. كيف يعني ضغط؟ يعني المشروع ترند في الـ NFT ترند، فحيكون سريع، في ناس حيدفعوا كثير غاز غالي عشان ياخذوا الصورة، عرفتوا علي؟ يعني مثلا نفوت على الكولكشن، يعني المشروع هذا راح ترند، فما تشتريها بالطريقة هاي، لازم تدفع الغاز الغالي عشان تاخذها عشان تسبق غيرك. اما اذا مشروع ما عليه ترند ومشروع نايم لساته ما صحي، فبتقدر تعمل الحركة هاي عشان تخفف تكاليف الغاز عليك. قبل ما نخلص فقرتنا اليوم، انا عندي Arab Banks Alpha Bass، الالفه باس هاي راح تعطيك وايت ليست، راح نعطيك شرح عن المشاريع القادمه، الالفه كول للمشاريع متى تدخل ومتى تطلع، متى الترند القادم في المشاريع، هذا ديسكورد عربي، اول الفه باس عربي في الوطن العربي. طبعا العدد قربنا لعدد 100، في عنا ديسكورد خاص، اذا انت شريت وحده من هدول راح يطلع لك تدخل على الديسكورد الخاص فينا. طبعا انا حكون مشرف في الديسكورد وبعطي اخبار اول باول لكل المشاريع اللي بتطلع. طبعا تقدر تشوف الديسكورد، طبعا اي حدا مش عضو ما راح يقدر يشوف هاي الاشياء كلها، لازم تشتري الالفا باس هاي ويطلع معها كود، والكود هذا بتفتح تيكت وبتحطه وبيفتح لك كل هاي المميزات في الالفا باس. طبعا هذا اشي كتير مفيد اذا انت شخص مبتدئ في مجال الـ NFT، هذا الاشي راح يساعدك، او اذا انت عندك رأس مال كبير وما بدك تحطه كلياته، بدك تفهم السوق قبل ما تحط فلوسك كلياتها في هذا السوق. طبعا سوق الـ NFT خطر، انا بحكي اعمل دراستك على كل مشروع بتعمله، انا مش مستشار مالي، انا بعطي مشاريع، بس انت لازم تعمل دراستك كمان على هاي المشاريع، او اذا اي شخص بده اي مساعدة بيقدر يراسلني على صفحتي على تويتر في الخاص. هيك بيكون خلصنا فقرتنا اليوم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا القناة في الشير واللايك والكومنتس عشان نوصل اكبر عدد ممكن من المتابعين، وما تنسوا صفحتي على التويتر وعلى التليجرام وعلى الديسكورد.